النشرة والأخبار، أهلا بكم إلى العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى مكالمة هاتفية من رئيسة إثيوبيا سهلي وورك زودي، تبادل خلالها وجهات النظر حول أهم قضايا الساعة في إفريقيا. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوقع مرسوما يتضمن الإعفاء من أداء التزامات الخدمة الوطنية للمواطنين الذين بلغوا سن 30 فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2020 ولم يتم تجنيدهم بعد، والذين لم يسووا وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية. اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة ينهي زيارته إلى فيدرالية روسيا بعد نشاط مكثف كلل بتقليده بوسام الذكرى 75 للانتصار على النازية إثر مشاركته في الاحتفالات الرسمية بعيد النصر في الحرب الوطنية الكبرى. وزير التربية الوطنية يؤكد ضرورة مراعاة مصلحة التلميذ ضمن إجراءات إصلاح المنظومة التربوية خلال وقوفه على مجريات تصحيح الامتحانات المهنية لترقية الأساتذة. وفي اليوم الوطني للسياحة ندوة افتراضية للارتقاء بالسياحة في ظل جائحة كورونا. وفي ختام النشرة جولة في أكبر متحف على الهواء الطلق، الحظيرة الوطنية للأهجار، كنوز أثرية ومناظر متفردة لشروق الشمس وغروبها. أهلا بكم من جديد. بداية، تلقى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية السيدة سهلي وورك زودي، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح المصدر ذاته أن خلال هذا الاتصال الهاتفي أعرب الرئيسان عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات القائمة بين الجزائر وإثيوبيا، وتبادل وجهات النظر بصفة معمقة حول أهم قضايا الساعة في إفريقيا. وقع اليوم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن الإعفاء من أداء التزامات الخدمة الوطنية للمواطنين الذين بلغوا سن 30 فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2020 ولم يتم تجنيدهم بعد، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية. كما يعفى من هذه الالتزامات المواطنون الذين بلغوا سن 30 سنة فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2020 ولم يسووا وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، يضيف بيان رئاسة الجمهورية. في النشاط البرلماني، عقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية مخصصة لطرح أسئلة شفوية على قطاعات العدالة، الشباب والرياضة، الصناعة، الفلاحة، السكن، الأشغال العمومية، الموارد المائية، الصحة والسكان، والعمل والتشغيل. الجلسة ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. أنهى اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اليوم زيارته إلى فيدرالية روسيا بمناسبة إحياء الذكرى 75 لعيد النصر في الحرب الوطنية الكبرى 41-45-900-1000. هذا وكان للسيد اللواء نشاط مكثف بالعاصمة موسكو، حيث قلد بوسام الذكرى 75 للانتصار على النازية تعبيرا عن عمق العلاقات الثنائية بين الشعبين والجيشين. ملخص الزيارة في تقرير وليد زروق. الجزائر موسكو، علاقات ثنائية تمتد إلى مرحلة الثورة التحريرية المجيدة. عمق العلاقات القائمة بين البلدين والجيشين تجسدت من خلال العمل العسكري المشترك القائم على التعاون وتبادل الخبرات والتجارب. روسيا التي تحتفل بالذكرى 75 لعيد النصر في الحرب الوطنية الكبرى تستضيف وفودا عسكرية من مختلف دول العالم لتشاركها هذا الحدث الهام. وتلبية لدعوة وزير دفاع فيدرالية روسيا، حل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة بالأراضي الروسية،
أين كان في استقباله مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني شواغيف ديمتري إيفانوفيتش مرفوقا بعدد من ضباط الجيش الروسي. السيد اللواء حضر الاستعراض العسكري الضخم بالساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو، والذي شارك فيه قرابة 14,000 جندي من مختلف الفرق والأفواج العسكرية، بالإضافة إلى القوات الجوية الروسية بأكثر من 75 طائرة حربية ومروحية. وتقديرا للحضور المتميز للوفد الجزائري في هذه الاحتفالات التي جرت في ظروف خاصة، أسدى نائب وزير دفاع فيدرالية روسيا الفريق فومين ألكسندر فاسليفيتش وسام الذكرى 75 للانتصار على النازية. أسدى الوسام لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة، تعبيرا عن عمق العلاقات بين البلدين والجيشين، وكذا رمزية حضور الجزائر في الاحتفالات الرسمية لهذه الذكرى الهامة لدى الشعب والحكومة الروسية. يسلمه السيد اللواء رسالة من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين. هذا وتحادث الطرفان في لقاء حضره أعضاء الوفد الجزائري المرافق للسيد اللواء إلى جانب كبار مساعدي وزير دفاع فيدرالية روسيا. تحادثا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، حيث أكد نائب وزير دفاع فيدرالية روسيا أن بلاده تعمل دوما على تطوير علاقاتها مع الجزائر الشريك الاستراتيجي الهام بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين والجيشين. الزيارة التي دامت 3 أيام سمحت لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بلقاء كل من نائب مدير التعاون العسكري بوزارة الدفاع الروسية العميد شافتسوف والمدير العام للشركة الروسية روزن براون إكسبورت ألكسندر ميكايل. لقاء تناول فيه الطرفان مجالات التعاون الثنائي العسكري والتقني، كما سمح أيضا ببحث السبل الملائمة لتطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال. وبالمناسبة أكد السيد اللواء أن الشراكة بين الجيشين والبلدين تعتبر استراتيجية وقد بلغت مستويات جد مرضية. دعوة وزير الدفاع الروسي إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي من أجل حضور مراسم الذكرى 75 لعيد النصر دلالة على أهمية العلاقات الجزائرية الروسية خاصة في المجال العسكري. حضور الجزائر اليوم في هذا الاحتفال الهام لدى روسيا يفسر تلك العلاقة الوطيدة بين الجيشين والبلدين. موفد التلفزيون الجزائري إلى موسكو وليد زرو. عقب التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، استلم اليوم عبد الباقي بن زيان مهامه وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي من الوزير السابق شمس الدين شيتور، حيث أكد بن زيان أنه لابد من امتلاك إرادة مشتركة لتسيير محكم للقطاع بإدماج كل الفاعلين في القطاع لتطوير المنظومة الجامعية. أكد لرئيس الجمهورية الذي منحنا ثقته بأننا سنقوم بهذه المهمة بكل تفان وإخلاص في ظل توجيهاته وإشرافه والتزاماته، والتي هي بكل تأكيد ليست مهمة سهلة، لأن فهمنا وفلسفتنا في تحديد أهداف ومفاتيح نجاحها نلخصها في منظورنا في 5 مبادئ، وهي المسؤولية، الاحترام المتبادل، التميز، الجودة، الابتكار والإبداع. تربويا، زار اليوم وزير التربية الوطنية محمد وجعوط بالعاصمة مركزي تصحيح الامتحانات المهنية لترقية الأساتذة بكل من ثانوية حسيبة بن بعلي وثانوية الرياضيات بالقبة حنان بوريو.
امتحانات الترقية تخص رتب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للمراحل التعليمية بأطوارها الثلاثة الابتدائية المتوسطة والثانوية. أركزوا وأكدوا على أن مصداقية الامتحان متوفرة كون الأساتذة والمفتشين المشرفين على العملية ملتزمون وملتزمون بكل الشروط وبكل الوسائل اللي تضمن شفافية ونجاح هذه ومصداقية هذا الامتحان. الزيارة كانت فرصة نوه من خلالها السيد الوزير بدور الأساتذة الذين كانوا في الواجهة بتأدية مهامهم ومرافقة التلاميذ بحصص تدريسية تدعيمية عبر الوسائل المتاحة. فيما يخص تشخيص وتقييم المنظومة التربوية وهذه منهجية تجعلنا نقف على نقاط القوة ونقاط الضعف اللي هو موجود الآن، ومن خلال هذه العملية إن شاء الله بإشراك جميع الأطراف وجميع أعضاء الأسرة التربوية وكذلك الشركاء الاجتماعيين وممثلي أولياء التلاميذ والأساتذة المفتشين المختصين، فهذا المشروع إن شاء الله سيجعلنا أننا نبني تصور جديد إن شاء الله ونصلح ما يجب إصلاحه. الإجراءات المتخذة والترتيبات الاستثنائية المتخذة ستسمح إن شاء الله بجعل تلامذتنا في أريحية وكذلك أوليائهم، وكلها هذه ترتيبات كلها تصب في مصلحة التلميذ. وعلى هامش هذه الزيارة تفقد السيد الوزير عمل ورشة مكلفة بإعداد بروتوكول صحي وقائي يخص المترشحين الأحرار لشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا. أشرف اليوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي رفقة والي العاصمة بدار الإمام بالمحمدية على انطلاق قافلة الأخوة والتواصل التضامنية لفائدة سكان مناطق الظل بتيزي وزو. القافلة التي تندرج ضمن الجهد الوطني للحد من انتشار وباء كورونا تهدف إلى تقوية روابط الأخوة والتضامن بين مساجد العاصمة وتيزي وزو. طالما أنه هناك روح إيمانية في مساجدنا فإن التضامن موجود متواصل، وكذلك الحملة التحسيسية للسادة الأئمة التي سنقوم أيضا بالإعلان عنها في هذه الفترة، حملة تحسيسية وطنية لكي نكون أكثر احتياطا للتعامل مع فيروس كوفيد، لأن فيروس كوفيد ما زال موجودا وبالتالي ينبغي أن يكون هناك يعني يقظة أكثر وتعامل وقائي أكثر حتى نقلل من الآثار السلبية. متابعة لمستجدات الوضع الصحي بالبلاد، عقد اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار ندوة صحفية استعرض فيها الحصيلة بالأرقام والمؤشرات. مع تسجيل 197 حالة جديدة يصبح العدد الإجمالي 12445، علما أن 7 ولايات لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، 34 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 5 حالات، و7 ولايات سجلت أكثر من 6 حالات، وهذه النسبة بنسبة 28 حالة لكل 100 ألف نسمة، علما أن 32 ولاية هي تحت يعني المعدل الوطني و16 ولاية فوق المعدل الوطني. وما يخص الوفيات، سجلنا 9 وفيات جديدة رحمهم الله، وبهذا يصبح العدد الإجمالي للوفيات 878. 75% من الوفيات العمر تاعهم 60 سنة فما فوق، وأيضا بين 9 وفيات 7 عندهم مرض مزمن. فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء حسب طبقا للمعايير المعتمدة، عددهم 8920، منهم 128 تماثلت للشفاء وغادروا المستشفيات. فيما يخص الحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، عددهم 27330. أما فيما يخص الاستشفاء، عندنا حاليا 45 مريض في العناية المركزة.
بادرت مصالح والدرك الوطني بقسنطين بحملة تحسيسية شملت توزيع الأقنعة الواقية على المواطنين وأصحاب المحلات قصد توعيتهم بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية. حسن مطاطلة. المبادرة كانت للتحسيس بضرورة تطبيق التعليمات الصحية لمواجهة هذه الجائحة، خاصة بعد الارتفاع الملاحظ في عدد الحالات المؤكدة. ما تخليش لي كليون تلاقوا يتلايموا بزاف، المرض راه يزيد ماشي ينقص، راك تشوف راه دلو مؤخرا قاعد يزيد، علاه؟ اللي كان الناس ماهيش ملتزم. احنا لو كان قاعد جاوا الناس ملتزمين كما انت هاك وراها نقصت الحمد لله. العملية التحسيسية التي مست بعض أماكن التبضع والأحياء الشعبية شارك فيها أفراد من المجتمع المدني. هنا كي نجيو في إطار المراقبة العادية، كون لقاو حتى المواطن مش لابس كمامة ونحاسبو كثر. على بالي خويا ولا نقول لك أنا كيجي كليون مش لابسة نزل وحدة من عندنا من نمدوها لهم ولا تلبسها وتفوت لك. هذه كل مشترية. الحمد لله أخويا. علاه تلبسها؟ نحمي روحنا. تحمي روحك وتحمي؟ العائلة تاعك هكذا. وهذه الإجراءات الوقائية أنا نتاخذها طاعة لله سبحانه وتعالى، به ما نأديش نفسي وما نقولش هذه العدوى الوالدية والخاوتي، لا ضرر ولا ضرار. المؤمن لا يلقيش بنفسه إلى التهلكة وما يأديش نفسه. تأتي هذه الخطوة في وقت تجاوزت فيه حصيلة الحالات المؤكدة أكثر من 540 حالة مؤكدة. احتفاء باليوم الوطني للسياحة أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو على ندوة افتراضية عبر تقنية التحاضر عن بعد، استمع خلالها لتدخلات المتعاملين والمختصين في القطاع بهدف تنسيق البرامج وتكثيف المجهودات للارتقاء بالسياحة، خاصة في ظل جائحة كورونا، بتطبيق التدابير الوقائية الصحية في النشاط السياحي. الندوة تناولت أيضا سبل الدفع بالسياحة الداخلية عبر الترويج للمسارات السياحية المحلية. في التعاون الطاقوي، وقع مجمع سوناتراك مع شركة توتال اتفاقية تجديد شراكتهما لمدة 3 سنوات أخرى في مجال الغاز الطبيعي المسال. الاتفاقية ستسمح بتزويد السوق الفرنسية بهذه المادة بأكثر من 2 مليون طن سنوياً. وشدد الجانبان على أهمية هذا الاتفاق كونه جزءا من تاريخ التعاون الطويل بين سوناتراك وتوتال. هذا وأكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك توفيق حكار أن هذه الاتفاقية تسمح لسوناتراك بتأكيد مكانتها كشريك موثوق به يحترم التزاماته التعاقدية ويتمتع بالمصداقية في سوق الطاقة الدولية. قررت وزارة التجارة تمديد فترة سحب السجل التجاري الإلكتروني إلى غاية 31 ديسمبر من العام الجاري، وذلك بغرض السماح للمتعاملين الاقتصاديين بالحصول على النسخة الإلكترونية للسجل التجاري والانخراط في عملية رقمنة المعاملات التجارية. وسيلة بوشرب. إسماعيل ناجي صاحب مؤسسة مصغرة مختصة في الصيانة الصناعية يحصل على نسخة من السجل التجاري الإلكتروني. هذا يعتبر بمثابة شهادة ميلاد الشركة، ونتمنى إن شاء الله فيها خير. هل تستغرق معالجة الميلاد؟ على الأكثر واحد ربع ساعة 20 دقيقة. وسعيا منها في تقديم خدمة راقية ورقمنة القطاع، قررت وزارة التجارة تمديد فترة سحب السجل التجاري الإلكتروني إلى غاية نهاية السنة الجارية. نوجه نداء يعني للمتعاملين الاقتصاديين والتجار أنهم يتقربوا إلى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري على مستوى 48 ولاية من أجل تعديل سجلات تجارية تهم. فرع المركز الوطني للسجل التجاري بزيرالدا من بين الفروع الثلاثة بالعاصمة يعرف حركية غير عادية هذه الأيام. نطالب من المتعاملين الاقتصاديين باش يتقربوا المصالح تاعنا زيرالدا والمصالح الأخرى حتى ما يكونش اكتظاظ في آخر السنة. التجار من جهتهم استحسنوا هذه المبادرة. وهذا كما نقولوا اقتراح كان مليح من طرف وزير التجارة رزيق، يعني ومام الإجراءات راهي بارابول اللي كانت اليوم هنا هذا راهي خير وخير. السجل الإلكتروني أصبح إلزاميا منذ سنة 2018 ويخص أكثر من 2 مليون متعامل اقتصادي. قدم وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك في ندوة صحفية
نتائج التحقيق الذي تم التوصل إليه في إطار محاربة شبكة إجرامية تسببت في السطو وسرقة عدة وحدات صناعية تعود وقائعها إلى الثاني ماي المنصرم. كلل التحقيق بإيقاف 13 مشتبه فيه مع بقاء آخر في حالة فرار، وتم حجز مبالغ مالية معتبرة مجموعها يعادل بالعملة الوطنية 32 مليار و 633 مليون و 720 ألف سنتيم. أما بالنسبة للعملة الصعبة فتم حجز المبالغ التالية: 39 ألف دولار و 8340 أورو. انطلقت اليوم بمحكمة البوليدة جلسة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل ورئيس السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة نور الدين بن راشدي بعد تأجيلها 5 مرات متتالية بسبب جائحة كورونا. ويتابع المتهمان هامل وبن راشدي اللذان يحضران جلسة المحاكمة وفق المعايير المعمول بها لمكافحة فيروس كوفيد-19، لا سيما ما تعلق بالتباعد الجسماني، يتابعان بجنحة سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب المدير العام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. دوليا، أعلن الجيش المالي عن مقتل 6 مسلحين واعتقال 20 آخرين في عملية عسكرية بمنطقة بانديكارا وسط البلاد ومصادرة بعض الأسلحة واستعادة 2 سيارات كان المسلحون قد استولوا عليهما خلال هجوم على مركز أمني في وقت سابق. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تتواصل المظاهرات والاحتجاجات بالضفة الغربية احتجاجا على مشروع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم المزيد من أراضي الضفة الغربية الشهر المقبل. من العبديش. عزم إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية مطلع الشهر المقبل أدى إلى اندلاع احتجاجات كبيرة من طرف الفلسطينيين الذين عبروا عن رفضهم التام لهذه الخطوة التي اعتبروها انتهاكا للقانون الدولي وخطرا على عملية إحلال السلام في المنطقة. إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة يقفا معزولين أمام كل العالم الذي يقول أن هذا الضم هو مخالف للقانون الدولي ومخالف لكل الاتفاقيات التي تم توقيعها وتهديد للأمن الإقليمي ويجرف حل الدولتين، والعالم قال هذا الكلام بأعلى صوت. خطة ضم الاحتلال لمناطق جديدة في الضفة الغربية لم تثر استياء الفلسطينيين فقط، بل أثارت استياء الأمم المتحدة وعديد الدول الأوروبية التي دعت إسرائيل للتراجع عن هذا القرار الذي سيؤجج الوضع أكثر في المنطقة ويعيد المفاوضات بين الطرفين لنقطة الصفر، وهو ما دفع أيضا أكثر من 1000 برلماني من مختلف أنحاء أوروبا إلى التوقيع على رسالة تعارض وبشدة نية إسرائيل، حيث دعا هؤلاء النواب إلى ضرورة اتخاذ الردود المناسبة لتفادي تأزم الوضع أكثر. وفي جديد وباء كورونا في العالم، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى عدد يومي للإصابات بفيروس كورونا منذ شهر أفريل الماضي، فقد تم رصد إصابات تتراوح بين 35 إلى 36 ألف إصابة أول أمس في وقت تجاوزت فيه أعداد الإصابات عالميا أكثر من 9,500,000 حالة. من جهته، حذر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية أن الوباء في أمريكا اللاتينية يزداد بشكل رهيب، خصوصا في أمريكا الوسطى كالبرازيل البيرو والشيلي، حيث بلغ عدد الإصابات أكثر من 250 ألف إصابة بالوباء. في الرياضة وفي كرة القدم، تتواصل اجتماعات الرابطة المحترفة لكرة القدم مع أندية البطولة الوطنية لتقرير مصير عودة المنافسة من عدمها. التفاصيل مع ليلى بن فرحات.
بقسنطينة، وبالإجماع صوتت أندية الشرق الجزائرية على عدم استئناف البطولة المحترفة لكرة القدم التي أوقفتها جائحة كورونا منذ مارس المنصرم، معززة موقف أندية الغرب الذين عبروا عن ذات الرفض قبل هذا، مقدمين اقتراحات بديلة لإلغاء الموسم كتلك المؤيدة لبطولة دون بطل ولا نازلين. الاجتماع الثاني لرئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم مع الجهة الشرقية صب في نفس الاتجاه، وبذات الأسباب تبرر موقف الرفض بغياب الإمكانيات وعجز معظم الفرق على تطبيق البروتوكول الصحي المكلف جدا حسب رؤساء الأندية. عبد الكريم دوار ينتظر تنظيم لقاء ثالث مع رؤساء أندية الوسط خلال الأيام القادمة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن موقف الأندية من استكمال الموسم، مؤكدا أن السلطات العليا للبلاد هي الوحيدة التي بإمكانها اتخاذ قرار بشأن بطولات كرة القدم، لا سيما وأن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة الشباب والرياضة رهنت استكمال البطولة بتقديم بروتوكول صحي يضمن سلامة اللاعبين. البطولة المحترفة لكرة القدم نذكر أنها توقفت عند الجولة 22، وكان فريق شباب بلوزداد يحتل صدارة الترتيب بأربعين نقطة متبوعا بوفاق سطيف ومولودية الجزائر مع لقاء متأخر لهذه الأخيرة. وبمناسبة اليوم الوطني للسياحة نأخذكم في جولة إلى أكبر متحف على الهواء الطلق بالحظيرة الوطنية للأهجار بتمرست. الحظيرة تحتوي على أجمل منطقة سياحية وهي جبل أسكرام وأتاكور، الذي يسمح للزائر أن يشاهد أجمل شروق وغروب للشمس في الجزائر والعالم. روبورتاج ندر مادلية بقلم صوفيا العقون. تشكيلات جبلية بركانية تغطي خمس المساحة الإجمالية للجزائر. جبال الحظيرة الوطنية للأهاجار هي جزء من التشكيلة، بها أعلى قمة، قمة تاهات أتاكور، حيث يتسنى للسائح المرور بممراتها عابراً عبر ممر الأسكرام، أكبر ممر في العالم. الحاجة أعطاها لنا ربي تحفة، تحفة على الأرض من تضررت إلى تمسة، وأعطانا ربي تحفة على الأرض أنها مميزة في العالم، في العالم. إحنا دائما مصممين على السياحة أنها تبقى، بينما كاينة حتى السياحة الداخلية. نتمنى من خاوتي الجزائريين أنها دائرس لنا كلنا الجزائريين من عنقزام العاصمة ومن الطالب العربي التندوف، هذه قاع بلادنا ولا بد نحافظوا عليها. جبل أسكرام الذي يبعد عن مدينة طمنراست بثمانين كيلومتراً، حيث يستمتع الزائر من أعلى القمة بأجمل شروق وغروب للشمس في العالم. وتبقى قمة الأسكرام وجهة سياحية بامتياز يقصدها الآلاف من السياح سنوياً من أجل الاستمتاع بسحر وغروب الشمس. بقي الآن أن نذكر بالعناوين. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يتلقى مكالمة هاتفية من رئيسة إثيوبيا سهلي وورك زودي، تبادل خلالها وجهات النظر حول أهم قضايا الساعة في إفريقيا. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يوقع مرسوما يتضمن الإعفاء من أداء التزامات الخدمة الوطنية للمواطنين الذين بلغوا سن 30 فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2020 ولم يتم تجنيدهم بعد، والذين لم يسووا وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية. اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة ينهي زيارته إلى فيدرالية روسيا بعد نشاط مكثف كلل بتقليده بوسام الذكرى 75 للانتصار على النازية إثر مشاركته في الاحتفالات الرسمية بعيد النصر في الحرب الوطنية الكبرى.
وزير التربية الوطنية يؤكد ضرورة مراعاة مصلحة التلميذ ضمن إجراءات إصلاح المنظومة التربوية خلال وقوفه على مجريات تصحيح الامتحانات المهنية لترقية الأساتذة. وفي اليوم الوطني للسياحة ندوة افتراضية للارتقاء بالسياحة في ظل جائحة كورونا. وفي ختام النشرة كانت لنا جولة في أكبر متحف على الهواء الطلق، الحظيرة الوطنية للأهجار، كنوز أثرية ومناظر متفردة لشروق الشمس وغروبها. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، وللتواصل معنا عناويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة. إلى اللقاء.